بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم.
ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang